منين قماش تغليف الهدايا اللي معايا حاليا؟ قماش تغليف الهدايا ستي، انا اولا في محافظات، انا مش موجوده في القاهره تحديدا، ولو انت زي حالاتي ممكن تلاقيه في المكاتب، ولو احترتي خالص روحي على المكاتب اللي هي بتغلف هدايا او المحلات اللي هي بتغلف لك القطعه في الاخير هديه، اساليهم وهم برضو هيقولوا لك. لو خبصة قوي روحي على اي مكتبه ان شاء الله هتلاقيه هناك. طبعا انا الراجل اللي بتعامل معاه هنا بيبيع خيوط كروشيه عادي، ولكنه متنوع جدا، بيبيع تقريبا كل حاجه، حتى النعل بتاع الجزم اللي هي موجود في درب ايه، شوفوا موجود فين في القاهره، هو مثلا بيجيبه اللي عايز حاجه بياخدها، فهو متنوع شويتين. فانا كل حاجه تقريبا بشتريها من محل الخيوط الكروشيه. طبعا انا مختلفه شويه عنكم في الموضوع ده، ولكن قماش تغليف الهدايا هتلاقيه في كل حته تقريبا، وهو ليه اسم تاني، هو اسمه قماش فازلين. لو احترتي خالص قولي له الاسم ده او قولي له الاسم ده وهتلاقيه. طبعا في منه حاجات كتيره، في منه اللي هو عاطي على تل، بيبقى ليه كده ملمس برونزي، في منه حاجات كتيره جدا. وروحي محلات الاقمشه نفسها هتلاقي برضو التل والدانتيل والحاجات دي كلها موجوده، فانت تقدري تنوعي جدا في الحاجات دي، مش بس قماش تغليف الهدايا. وعلى فكره معلومه على الماشي، قماش تغليف الهدايا ده زمان كانوا بيعملوا منه شنط شبيهه جدا لشنط التوتي باج، كانت الشنطه بتتباع ب2 جنيه تقريبا في وقتها او ب2 جنيه ونص. القماش ده مش حتما نستخدمه كبطانه داخليه او كلام من ده او نغلف بيه هدايا بس، لا، هو ليه استخدامات تانيه كتير، ولكنه ماتيريال رخيص وبيبوظ بسرعه وبيقدم وبس.